وده الشكل النهائي يا جماعه بعد تفريغ الهواء من لحمه النعام. دي لحمه النعام عشان برضو الناس تشوف اللحمه اللي هتجيلها. دي لحمه النعامه يا جماعه. اللحمه شكل اللحمه بتاعت النعام من جوه. شايفين يا جماعه الجمال بتاع اللحمه؟ بصوا يا جماعه اللحمه اهي. لحمه النعامه اهي. وزي ما انتم شايفين يا جماعه ده الكيلو لحمه النعامه اهو اللي بيجي لك لحد باب البيت. كيلو وزياده. بدون عظم، بدون دهون، بدون اي شغل خالص. ده كيلو لحمة النعام اللي بيطلع من مجزر نعام العاصمة. دي لحم النعام من جوه اهي، اللحمة اهي. بتجيلك مغلفة ودي طريقة تفريغ الهواء منها والفاكيوم بتاع لحمة النعام، زي ما انتم شايفين اهي. دي اللحمة اهي. طبعا تقدروا تطلبوها من خلال رسالة الصفحة وتشرفنا في المجزر، عنوان محافظة الغربية مركز زفتة قرية مسجد وصيف. او تقدر تطلبه ويوصلك لحد باب البيت. طبعا بنوصل في القاهره والجيزه والمدن الجديده والاسكندريه معانا في التوصيل ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. وده الشكل النهائي يا جماعه بعد تفريغ الهواء من لحمه النعام.